بلى ترك المذهب ما رضوا. أبو الحسن الأشعري ألف رسالة اسمها الإبانة عن أصول الديانة، وقال في مقدمة هذه الرسالة: أنا أقول بكل ما يقول به أحمد بن حنبل، ولكنهم لم يقبلوا هذا الكتاب منه واستمروا على، حتى ليس هذا فقط، هم لم يأخذوا حتى مذهب الأشعري الذي كان عليه، هم أخذوا مذهب أهل الكلام. الأشعري ما له بأهل الكلام، أخذوا مذهب أهل الكلام اللي هو تقريبا يعني مذهب المعتزل. نعم طبعا لا شك أبو الحسن الأشعري بريء من انتسابهم إليه، لا في الأول ولا في التالي، لا قبل أن يتوب ولا بعد أن تاب. يقال هذا الكلام لك عاد ما يطيعون. والله أعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى.